يقول: ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي: أفلح وأبيه إن صدق. يقول: كيف الجمع بين ذلك وبين النهي عن الحلف بغير الله؟ هذا عنه جوابان. الجواب الأول أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يجوز الحلف بالآباء، ثم نسخ ذلك بالنهي عن الحلف بالآباء. والجواب الثاني أن هذا مما يجري على اللسان من غير قصد. نعم.